قواعد البرنامج: الاحترام الكامل لكل المرشحين أيا كانت خلفياتهم السياسية. البرنامج يهدف إلى مناقشة برامج المرشحين لمنح الناخب قدرة أكبر على اتخاذ قراره. على الجميع احترام التوقيتات المحددة للفقرات والإجابة على الأسئلة. ضيوف المرشح الموجودون معنا في الاستوديو من أنصاره، وهم معنا لدعمه معنوياً. لجنة الخبراء تناقش المرشح كل في تخصصه طبقاً للتوقيتات المحددة. من حق المرشح الاعتراض على أي سؤال، ومن حقه أن يرفض الإجابة عنه. من حق مدير الحوار أن يطلب من اللجنة أو من المرشح توضيح أي نقطة ملتبسة أو غير واضحة. من حق مدير الحوار التدخل للحفاظ على مسار البرنامج وتوقيتاتها الزمنية. عمرها كده، من أول ما بنفتح عينينا على الدنيا وبنلاقي نفسنا بنكبر في مسؤولية حد تاني، منهم اللي مختارناهوش ولا هو اختارنا، ومنهم اللي غيرنا اختاره لنا، صاحب الكورة، ناظر المدرسة، المديرة في الشغل. نادرا ما بيكون عندك الاختيار، بعكس الفرصة اللي قدامك دلوقتي. فرصة جاية لك مخصوص بتسألك عايز مين رئيسك. فرصة ما ينفعش إنها تضيع إلا على الاختيار الصحيح. انتخابات الرئاسة أهم حدث هتشهده مصر وإنت الحكم. انتخب رئيسك، اختاره بنفسك. لجنة الانتخابات الرئاسية، صوتك هيفرق. حلمت واستسلمت، كبرت وتمردت. الحلقات الأخيرة من مسلسل ذات، فقط على CBC. البيت، هل هو حصن نحتمي به أم سجن يخنق أحلامنا؟ ما الذي يختبئ خلف الجدران؟ ما تخفيه جدران البيوت أكثر مما تراها العين. مسلسل الأوراق المتساقطة، الجزء الثاني. لما منير هيغني ريجي، وحمائي غني بوب، ونانسي عجرم تدندن على الفلامينكو، كايروكي على الهيب هوب، لما صابر الرباعي يغني R&B ويارا تتألق على سيمفونيات الأوبرا، يبقى العالم كله تجمع على أغنية. ادخل على facebook.com/coca-cola-egypt عشان تعرف آخر أخبار كوكا ستوديو. هذا برنامج مقدم من كوكا كولا. أكبر وأهم برامج اكتشاف المواهب، ستار أكاديمي يعود يوم الخميس 26 سبتمبر على شاشة CBC. استمتع بحفلة برايم مبهرة بيشارك فيها ألمع نجوم الوطن العربي كل خميس الساعة 8 بالليل، وتابع يومية الشباب كل يوم الساعة 7 بالليل. مواهب مش عادية ومغامرات فنية كل يوم. ستار أكاديمي، خلي نجمك يلمع. لأول مرة في الوطن العربي، بيبسي تقدم The X Factor، برنامج اكتشاف النجوم العالمي الذي حقق أعلى نسبة مشاركة ومشاهدة أخيراً في الوطن العربي. إن كنت تملك الصوت والحضور والقدرة على الإبهار، إذن فأنت تملك الإكس فاكتور. شارك في أحد الفئات، البنات والشباب من 16 إلى 25 عاماً،
البنات والشباب فوق 25 عاما، الفرق الموسيقية، حضر 3 أغاني من اختيارك، اصطحب أهلك وكل أصدقائك، ربما تكون النجمة العربية الأول للإكس فاكتور. شارك في اختبارات الأداء في الإمارات في 6 نوفمبر الساعة 8 صباحا بمسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون البرشا مول الإمارات الطابق الثاني. استعد للشهرة والنجومية، استعد للإكس فاكتور. هذا برنامج يأتيكم من بيبسي.